السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة تامة. معكم أبو أكرم. أصدقائي، قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. يلا بينا أصدقائي، اليوم جبت لكم قصة من أرض الواقع بعنوان كما تدين تدان. شاهد الفيديو للأخير وراح تشوف عبرة بحياتك ما راح تنساها. قرر رجل التخلص من أبيه المسن العجوز بوضعه في بيت لرعاية المسنين بسبب استياء زوجته وتذمرها من والده، ومن المواقف التي يسببها لها أمام صديقاتها بسبب ما يعانيه من نسيان. فأخذ الرجل يلملم حاجيات والده ناسيا ما قدمه هذا الأب له من حب وتضحية عندما كان في قوته وصحته، لكن إلحاح الزوج له في كل وقت أجبره على فعل هذا. أخذ الرجل بعض الطعام والملابس ودسها في حقيبة والده، وحمل معه قطعة اسفنج كبيرة لينام عليها والده هناك. أخذ بيد أبيه متوجها إلى بيت رعاية المسنين، وفي تلك اللحظة أخذ ابنه الصغير جزء من قطعة الفراش التي يحملها جده. نظر الأب إلى ابنه الصغير غاضبا وقال له: ماذا تريد من قطعة الفراش هذه؟ فقال الطفل ببراءة: أريد أن أخبئها لك حتى تجد ما تنام عليه عندما أصطحبك إلى دار رعاية المسنين عندما تكبر يا أبي. وقف الرجل مصدوما لما سمعه من طفله الصغير وبكى بكاء ابتلت لحيته كاملا، وتذكر ما قدمه له والده في طفولته، فرمى حاجيات أبيه أرضا وعانق أباه عناقا، وتعهد أمام الله ثم أمام زوجته بأنه سيرعى والده بنفسه ما دام على قيد الحياة.